هذا صحيح، ربما ما زاد من هذا التصاعد وما زاد من هذه الأزمة الضحايا الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين، ما أثار حفيظة الملايين والألاف من شعب ميانمار تجاه الحكم العسكري. وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد في المظاهرات، وأيضا سيتبع ذلك المزيد من القمع من جانب السلطات الجيش في ميانمار، لأنها لا تملك خيارات أخرى، هي ترفض بكل تأكيد الانصياع للتظاهرات أو تقديم أي تنازلات، لأن هذه التنازلات تعني خسارة كل شيء. طيب أستاذ عمرو، يعني مع هذا التصاعد ضد السلطة الانقلابية في ميانمار، وأيضا هناك تنديد دولي بهذا الانقلاب ورفض لما تقوم به السلطات الانقلابية ضد المتظاهرين، كيف يتوقع أن تتعامل أو يتعامل المجتمع الدولي مع هذه السلطة الانقلابية، أو على وجه الخصوص مجلس الأمن الدولي؟ نعم، دعنا في البداية نشير إلى مجلس الأمن الدولي. أعتقد أن مجلس الأمن الدولي ربما في الأيام المقبلة سيطلب عقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع، ولكن سيفشل في إصدار أي بيان بإدانة للنظام الحكم العسكري في ميانمار بسبب رفض روسيا والصين لهذه الإدانة. ولكن على الصعيد الدولي أعتقد سيكون هناك تحرك من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات بحق قادة الانقلاب، ربما سيكون هناك أيضا عقوبات بحق الحكومة في ميانمار وسحب للاستثمارات وللشركات وتجميد لأصول. ولكن في النهاية في اعتقادي أن هذا الموضوع لن يجدي إلا مع تدخل قوى تكسب يكون لها مصداقية من جانب النظام العسكري في ميانمار ومن جانب الحكومة الرابطة، وهي أعتقد ستكون الصين. الصين عرضت التوسط حقيقة عبر السفير الصيني في ميانمار، وقال بالنص أن بلاده لن ولا تدعم نظام الحكم العسكري، هي على مسافة واحدة من كل الأطراف، وأنها مستعدة للتوسط بين الجانبين لتحقيق الاستقرار عن طريق فرض القانون والدستور بين في البلاد والاحتكام الى القانون والدستور بين الطرفين. نعم، اشكرك جزيل الشكر عامر تمام، باحث في الشؤون الاسيويه، كنت معنا مباشره من بكين.